سيدنا محمد عليه السلام. وزي ما عودناكم تابعوا معنا هذا الفيديو، تعالوا معنا. السلام عليكم أحبائي، اليوم سنتعلم قصة نزول القرآن الكريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أهل مكة لأنهم يعبدون الأصنام، ويذهب إلى غار حراء في جبل قريب. كان يأخذ معه طعامه وشرابه ويبقى في الغار أياما طويلة يتفكر في من خلق هذا الكون، ويفكر في مخلوقات الله تعالى مثل السماء والأرض والجبال. السؤال الأول، بعد ما تابعت الفيديو، في أي غار كان يتعبد الرسول؟ ريما، غار حراء. السؤال الثاني، ماذا كان يفعل الرسول في غار حراء؟ ريما، كان يفكر إنه من خلق السماوات ومن خلق الأرض. أحسنتي، هي نقطتين إليك ولا نقطة لجود؟ جود أسرع. ما اسم الوحي الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ريما، جود، شو اسم الوحي نزل على سيدنا محمد هو بغار حراء؟ جبريل. شطورة، جبريل عليه السلام. ماذا قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه؟ ريما، قال له اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. قال له اقرأ. قال له ما أنا بقارئ. كم مرة كررها عليه؟ وآخر إشي شو حكى له جبريل عليه السلام؟ اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحسنت يا ريما، وكان هاي أول نزول القرآن على سيدنا، هاي الآية كانت أول نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هيك نقطتين مثل السؤال اللي بعده، كم كان عمر الرسول عندما نزل عليه القرآن؟ جود، 40 سنة. 40 عاما، ممتازة يا جود. السؤال اللي بعده، ماذا حدث للنبي عندما شاهد الوحي بعد ما رأى الوحي؟ ريما، ذهب إلى سيدة خديجة رضي الله عنها وقال لها زميليني وقال لها بما حدث، أخبرها بما حدث وكان خائف. إلى من ذهبت سيدتنا خديجة ثانية جود بعدما سمعت ما حدث مع الرسول؟ أسرع جود. ذهبت لابن عمها ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل. وأخبرها إن سيدنا محمد حسن أيدي. شطورة. السؤال اللي بعده، في أي يوم أو في أي شهر نزل القرآن الكريم؟ ريما، شهر رمضان. شهر رمضان، في أي ليلة؟ في ليلة القدر. في ليلة القدر. وهيك بتكون ريما اللي فازت. بس قبل ما أعطيك الهدية يا ريما، ليش سموها ليلة القدر؟ لأن نزل فيها القرآن الكريم. نزل فيها القرآن، ولأنها ذات قدر وشرف ورب العالمين جعلها خيرا من ألف شهر. مبروك يا ريما. وهيك هذا الفيديو بيكون آخر فيديو عن أسئلة عن قصة الأنبياء والرسل في شهر رمضان المبارك. وفي الوقت اللي احنا بنصور فيه يوم 26 رمضان، راح تكون إن شاء الله ليلة 26، يعني ليلة القدر. في هاي الليلة راح نحيي إن شاء الله هاي الليلة بقراءة إيش؟ القرآن، ونصلي وندعي نعبد نتعبد نعبد الله وهلأ راح أسلمك الهدية يا ريما. هلأ هاي هديتك يا ريما، أعطيها. وهدية لجود كمان، التنتين نفس الهدية. هدية قرآن المصحف إليك ولإلها، ما لقيت أحسن من الهدية أعطيكم إياها، عشان إن شاء الله اليوم بالليل تقرأوا فيه بما أنه ليلة القدر. شو رح تحكوا لمتابعينا ومشاهدينا؟ إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وضغطوا على زر الاشتراك وعلى الكومنت. مع السلامة. مع السلامة.